اخويا منين دارت هذا التغاوت هذا؟ ها هو يا بنادم حاجه تخوف منها، وهي النعناع راه ما فيها والو، وضعفوا الدرويش من هذا البيع هذا ديال النعناع هذا، ما ضعفوه، ما بقاتش الامكانيه كما كانت. النعناع كانت في الامكانيه كنا كنبيعوها بثمن، دابا طيحوا لنا من الثمن مره من الزازو بالفلاح هكايا، ها راه ما بقات تساوي والو، راه ما بقاتش دايره حتى شي، ما بقاتش دايره الثمن، راه كنبقاو نسيبوها. اللي كنت كتدخل من قبل ماشي هو دابا؟ لا ما يمكنش، لكن كنا كندخلوا قبل من احسن من دابا، دابا راه ما كندخلوا فيها والو، كنضربوا تمارات كان هي وكنلحقوا تما، بنادم كيبقى يتخوف منها، وانا من النعناع ما كنديروا فيها حتى شي حاجه، الطبيعه اللي كنا كنمشيو بها بكري كنمشيو بها دابا، راه ما عمرنا درنا لها شي حاجه، اللي كنا كنخدموه من بكري كنخدموا به دابا، وهذا الشيء هذا تا ولا قال لك مضرات، حنا ما عرفناش هذا الشيء هذا، انا براسي رانا كنشربها يوميا. ما كنديرش الدواء نهائي، المهم الدواء ديالو كنديرو شي حاجه مليحه كتبقى زوينه هاد النعناع هذا والله. المهم انا في الخدمه ديالي هي الفلاح هكا كنخدم في النعناع، باش كنخدم ماشي الخدمه ديالي، كنجني كنفيق في الصباح كنجنيها وثاني كنديها للسوق وثاني كنبيعها وثاني كنجي وثاني كنسقيه وهذه وثاني في العشيه وثاني هكا داير وثاني كنجني هادشي باش خدام. شحال كتصور في هاد الخدمه هادي تقريبا؟ شحال الفلوس كتصور كل نهار ولا؟ المهم على حسب السوق وصافي، وبعد الحسبه كنوصل لهذيك 1000 درهم 2500 درهم هادشي اللي كنوصل فيها هادشي هذا. فسقت هاد الخبر هذا اثر فيا هادشي هذا والله، اثر فيا الانسان اللي كيداوي بهاد الدواء ديال الكنينه ديال هاد الفار هادي، المهم ضروره بزاف شي حشومه والله. هاد النعناع هذا ملي نزلت هاد الشيء ديال التسمم تيقول لك وهادي، راه المنتوج عندنا نقص بزاف، فلاح الدار ما بقيناش كنشوفو، وهاد النعناع هذا حتى التسوق ديالو ما بقاش مستمر، كنجنيو ندوه للسوق ما كايناش اللي كيسمعوا راه النعناع مسموم، هو ما مسموم لا والو، راه ما كاين حتى شي حاجه، هادي غير دعايات، هادي اشاعه خاويه داروها وخلونا هكايا النعناع عندنا مداير. هذا هو المدخول ديالنا في الصيف، هذا اللي كنخدموا عليه وكنديروا عليه، هذا اللي باش كنخدموا حنا ووالدينا خوتي مجموعين هنا كاملين. ملي داروا علينا ما بقينا كنستغربنا، بقينا ها السلعه واجده، التسويق ما كايناش، ما شي دعم ما كاين حتى شي حاجه.